رسميا باتل فيلد موبايل قادمة في سنة 2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم علي العراقي. رمضان كريم. مثل ما نشوف اكو اجهزة هواي نزلت مع الالعاب اللي هي ريد ماجيك بلاك شاك والازوز روج، كذلك هواي شركات راح تعلن على اجهزة همينة قادمة جديدة للالعاب. بدون شق الارقام جنونية، السنة الجاية راح يكون الرام 20 جيجا بايت، ترى كارثة. لهذا نشوف احنا هاي الاجهزة تنزل بسبب هاي الالعاب. لعبة فورتنايت قبل نعرفها كانت على الاكس بوكس، البي سي، البلاي ستيشن، هسه صار تقدر تلعبها على الموبايل. صح الجرافيك يجوز شوية سيء تشوفهم بعض الاجهزة. همينا لعبة كول اوف ديوتي وور زون، همينا شفناه الباتل رويال تقريبا نفسه، اتطور وسووه على نسخة الموبايل. طبعا نسخة الموبايل ما قاصرة، لعبة قوية، جرافيك قوي وجيم بلاي سلس. فهاي لعبة وور زون، هاي نسخة البي سي، وهنا نسخة الموبايل تشوفون تطور قوي قوي قوي. فالجرافيك قوي مثل ما نشوف. هاي الباتل رويال مال نسخة الموبايل صراحة قوية، وتحتاج أجهزة أقوى، رامات أقوى، معالج أقوى. فكول اوف ديوتي من نزلة الصراحة يعني طفرة في عالم الألعاب، سلسة وقوية. هسه راح نشوف شنو لعبة باتل فيلد، مو 4 ولا 5، راح نشوف لعبة باتل فيلد 6 الجزء السادس راح تنزل، زائدا نسخة الموبايل. يعني سنة 2022 راح تنزل نسختين باتل فيلد. هاي هي الفور، نزل الفايف اللي هي الحرب العالمية، وراح تنزل الجزء السادس. راح تكون كارثة، اذا تتخيلون شو راح تصير، يمكن درونات وطيارات وهاي، يعني حتطلع من المبالغة شوية. صراحة الجزء الرابع هو احلى جزء، صراحة قوية، خاصة من ترمي على البنايات والسيارات كلها تتفجر وتتفلش تتهدم. فاللعبة حلوة. اوكي راح نروح على عمو تاب تاب العزيز عندي. مثل ما ندري لعبة ابيك ليجند صار لها سنة نازلة، قبل كانت صورة واحدة، هسه صارت مجموعة صور وفيديوهات الها، وراح تنزل ان شاء الله قريبا. نجي على الكومينج سون، هنا اكو عندنا الباتل فيلد موبايل. اوكي فمثل ما تشوفون هاي المعلومات تقدر تسجل عليها حاليا. مثل ابيك ليجند اول ما نزلت كان الصورة واحدة، وبعدين صار الصور هو مثل ما قلت. هنا المعلومات مكتوب راح تنزل في سنة 2022، حاليا المطورون قاعد يشتغلون عليها، فراح تنزل هي والجزء السادس همين مال نسخة البلاي ستيشن، يمكن 4 و 5 تنزل احتمال. فهي لعبة باتل فيلد موبايل، ردوا فيديو عليها. خلصت؟ لا، هذا هو اول ما نسجل عليها من هنا. ثانيا هذا الموقع مال تاب تاب، خلينا نروح على الموقع الرسمي مال اي اي. هنا مثل ما تشوفون دا اسوي الترجمة عربية حتى تفتهموها، لان مكتوب بالفرنسي شركة معروفة. اوكي فهنا اللغة العربية. مثل ما نشوف معلومات اللعبة راح تنزل قريبا، لعبة باتل فيلد جزئين، الجزء هو السادس والجزء الموبايل. معلومات هواة تقدرون تشوفون هذا الموقع بالوصف. مثل ما مكتوب جديدة قادمة على الهاتف المحمول باتل فيلد 2022. الله، تدرون كمية الحماس شنو؟ انه تفجر وتهدم وي وي وي. اعطونا لايك شباب، شنو رايكم بالفيديو؟ ردوا فيديو على لعبة باتل فيلد، هذا هو، وتحياتي.